انخفضت مؤشرات البورصة بنحو جماعي بنهاية تعاملات جلسة تداولات اليوم. تراجع مؤشر الرئيسي طبعا اي جي اكس 30 بنسبة 1.91%، كما هوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.4%، كما انخفض مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.99%. ودائما إلى أسواق المال العربية، والتي شهدت تباينا في أداء مؤشرات البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم. للمزيد طبعا حول التراجعات القياسية التي شهدتها بورصة دبي بأكثر من 2% مع نهاية هذا اليوم أو تداولات هذا اليوم، بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ فادي عبد الرحمن المحلل الاقتصادي. أهلا بك أستاذ فادي، ما الذي حدث؟ يعني كنا الأسبوع الماضي ربما نتحدث عن مكاسب قياسية، اليوم خسائر قياسية أيضا، ما الذي حدث؟ اولا مساء الخير. الحقيقه يمكن كنا متنبئين بالكلام ده حضرتك، لو تفتكري دايما في كانت قراءاتنا في التحليلات اللي فاتت البريدكشنز بتاعه سوق دبي من بدايه 2018 الحقيقه ما كانتش ايجابيه. انا مع حضرتك حصل طفرات في وقت معين ومحدد جدا، لكن الصوره العامه او الماكرو ليفل الحقيقه غير مبشر من 2018. النهارده انا مع حضرتك تماما في انخفاض 2%، وصلنا لاقل من 2900 نقطه، ده لاول مره من 2016 الحقيقه. ده رقم قياسي. النهارده بنتكلم تاني عن يمكن كنا اتكلمنا عليه ويمكن اشرنا عليها في مداخلات كتيره جدا عن سيكولوجيه المستثمر. النهارده السيكولوجي سنتمنت الاحساس الشعور العام نوع من القلق طبعا، وده راجع يمكن حضرتك هنستفيد فيه في نقطه ثانيه في الاتفاق امبارح طبعا الغاء الاتفاق مع ايران. اعتقد النهارده شايفين الحياه المنطقه كلها فيها نوع من الارتباك، فيها نوع من عدم الوضوح، فيها نوع الحقيقه من عدم اليقين، وده بالنسبه للمستثمر بيبقى قرار مهم جدا. فيمكن انا مع حضرتك تماما، النهارده الانخفاض كان متوقع جدا مع ارتفاع اسعار البترول ب 2%، وده اعلى معدل برضه من 3.5 سنين. صحيح. الحقيقه المشهد هيختلف تماما، الصوره هتكون مختلفه تماما مع بدايه تطبيق العقوبات على ايران اللي هي الحقيقه هتاخد اعتقد ما بين شهرين لثلاثه. اعتقد ان الصوره هتكون مختلفه تماما. لازم نحط حضرتك برضه في اعتبار ان دوله الامارات من الدول اللي ليها علاقات تجاريه متميزه جدا مع ايران. ارقام التبادل التجاري ضخمه جدا في الحقيقه، نوع من التبادل التجاري تاريخيا الحقيقه مع ايران. فاعتقد ان كل ده مع الحقيقه الاحساس من اول بدايه 2018 بان السوق ما فيهوش جديد، ممكن دي نقطه دايما كنا بنتكلم فيها، ما فيش شركات جديده، ما فيش طروحات الحقيقه مختلفه، ما فيش شركات جديده مدرجه. اعتقد ده كله عوامل ادت الحقيقه للنتيجه النهارده. والحقيقه توقعاتنا يمكن الاسبوع الجاي وللي بعده هو نفس الانخفاضات هتفضل مستمره لغايه وضوح الصوره مع ايران بشكل اوضح. يعني ربما تأخذ زمن طويل أستاذ فادي، ولكن هنا طيب ما العلاقة؟ يعني أنه نفهم أنه الاتفاق النووي الإيراني بالأمس سحبت منه الولايات المتحدة، وطبعا الإمارات من أكبر الدول الداعمة لانسحاب طبعا الولايات المتحدة من هذا الاتفاق. ما العلاقة هنا، أو كيف ستتأثر الإمارات في بورصتها تحديدا؟ لماذا؟ الحقيقة ده سؤال ممتاز جدا. هنا التأثر كمان غير أنه نفسي أو تأثر تجاري، يعني حضرتك يمكن قلنا في الجزء الاول انه جزء كبير جدا من تجاره دبي الخارجيه والتجاره اللي هي غير النفطيه هي مع ايران، سواء في اعاده التصدير، سواء في اعاده
الحقيقه تصدير منتجات محدده جدا للسوق الايراني مع فرض العقوبات كانت الفتره اللي فاتت. الحقيقه كان في برضه استفاده الى حد كبير جدا من التبادل التجاري مع ايران باعتبار الامارات الحقيقه هي المنفذ البحري اللي هي الاقرب المنفذ البحري الى ايران. صحيح. النقطه كلها تاني يمكن بندور تاني حوالين نقطه المستثمر. الحقيقه هنا قرار المستثمر انه النهارده في منطقه الحقيقه كلها بنتكلم عن منطقه الشرق الاوسط طبعا فيها نوع من الارتباك، فيها نوع من عدم الوضوح، فيها نوع من عدم الرؤيه. فالمستثمر في الاخر بيحب المكان السيف هافن او الملاذات الامنه. شفنا النهارده وغير النهارده الحقيقه هيحصل ارتفاعات للذهب الفتره المقبله. فدايما المستثمر قراره الحقيقه بيكون محدد جدا ان هو بينسحب او بيأجل الشراء، بيأجل الاستثمار في منطقه هو حاسس، والحقيقه ده بينطبق على المنطقه كلها الحقيقه، انه يكون استثماره الى حد كبير جدا في منطقه هو شايف ان الصوره بالنسبه لها واضحه. نعم. عدم الوضوح، نعم، وعدم اليقين وعدم الاستقرار الحقيقه سياسيا واقتصاديا الحقيقه، وانا مع حضرتك تماما انه في موافقه تماما على قرار الانسحاب، لكن تداعيات القرار لسه غير واضحه. نعم، لذلك حدثت الكثير من عمليات التخارج الاجنبيه يعني على الاسهم القياسية. للاسف وقتي انتهى. استاذ فادي عبد الرحمن المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا طبعا كنت معنا عبر الهاتف.